بطل أبو الكبش في فناء الدار، وأوصى أحمد وليلى بالاعتناء به وعدم الاقتراب منه. قالت ليلى: انظر يا أحمد، كبشنا مليح وأكرم، هل أعجبك؟ نعم يا أختي، أنت ستقدمين له الأكل وأنا سأعتني بتنظيف مكان جلوسه. استأنس الطفلان بتبشيره، صار لا يفارقان إلى أن حلت صبيحة يوم العيد. استيقظ أحمد باكرا وأيقظ أخته وقال لها: يا ليلى، أبي سيذبح صديقنا كبش العيد، ولم يكون لنا صديق نلعب معه بعد اليوم. صدقت يا أخي، وما العمل؟ لقد فكرت في خطة ننقذ بها صديقنا كبش العيد. وما هي؟ أفرغ الطفلان دولابا كبيرا كان مخصصا لأغراض القادمة، وأدخل فيه كبش العيد وأحاطه في أفرشة بالية. قال أحمد: هذه هي خطتي يا ليلى، لن يجد أبي كبش العيد. وحين عاد الأب من المصلى تفقد كبش العيد فلم يجده في مكانه، فصاح: لقد فر الكبش، لقد فر الكبش، أين ذا؟ أين أنت يا أحمد؟ أين ذهبت يا ليلى؟ حضر الطفلان وانطلق البحث عن كبش العيد في منازل الجيران وفي كل مكان، فلم يحصروا له على أثر. وبينما جلس الأب يفكر فيما سيفعله إذا بكبش العيد يخرج من حجرة الطفلين وعلى ظهره أغطية قديمة وهو يصيح: باء باء. فرح الأب وقام إلى كبش العيد، الكبش يعانقه، في حين تسمر كل من أحمد وليلى في مكانهما. أنتما من أغطي كبش العيد؟ نعم يا أبي، سامحنا، لقد أحزنناه كثيرا يا أبي. لا بأس، لا بأس، عيدكم مبارك.